الشوط الثاني تعوضونا وريد هدف، لازم اريد هدف. قولنا جول وانا عارف شنو شلون بس هو هدف واحد. احمد ناكو شود ما حد ولا ما جدع. لا 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 بالقاعين اصير اروح العالم كمل على المثلث كمل على المثلث ايش يسوي انت جاي تسلم طوبه جاي شبان عباس وين جاي شبان عباس وين جاي تسلم طوبه كان فين يا امك اشكر جهودك عباس اشكر جهودك يا حياتي لك بسم الله الرحمن الرحيم جمهور الرياض الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تغطية خاصة لمباراة أشباح البسماية وشباب قرية 10 ضمن بطولة كأس المدائن المقامة هنا في ملعب قرية 10 أبو هند اللي معنا بصورة كابتن أبو هند مدير الملعب كابتن حقيقة أجواء رياضية كبيرة قمة كروية حضور جماهيري كبير شلون يشوف أبو هند هذه المباراة الكبيرة بسم الله الرحمن الرحيم طبعا نشكر كابتن نادي السفاح الإعلامي اليوم مباراة بين الشباب والأشباح فريقين من قرية 10 المباراة شوية يعني لعب بها تحفظ والمباراة قوية واعتقد تروح المباراة جزاءات الفريقين محافظين على مستوى اللعب كابتن دائما نشاهد مباراة ديربيات قرية 10 عندما يلتقون من منطقة واحدة نشوف حضور جماهيري كثيف اي طبعا انه كل فريق له جمهوره واعتقد قرية 10 جمهوره كبير جدا نعم كابتن نعم جمهور كبير جدا حيل كابتن اليوم اعتقد فريق الاشباح ميلان كفله لكن تنظيم هجمه بصوره صحيحه يعني جاي نشوف لمسه اخيره ما موجوده انا اقول لك الاشباح يلعبون باسلوب يعني بالسوب يختلف نعم. يعني لعب سهل نعم. نعم نعم لعب سهل يوصلون الجول بسرعة هنا عندك فريق الشباب فريق يعني له تاريخه وهذا نعم. بس لعبه يختلف ستايل عن فريق الأشباح نعم. لعب طويل يعتمدون على اللعب الطويل نعم والمدافعين ماتوا مو بالصورة يعني اللي مثل الأشباح كابتن اليوم يعني الفريقين عندهم أدوات يعني يمتلكون من خيرة اللاعبين في دكة البدلاء وشوط الثاني هو شوط المدربين وانت بصفتك مارست التدريب لفترة طويلة يعني توقعات الكابتن لأعتقد 10 دقائق بعد لنهاية المباراة أنا أعتقد كابتن عادل نعم. عنده نجوم على الخط مثل نصير شاكر حردان لو يستغل فرصة ويسوي تغيير ممكن يسوي نتيجة ممكن يعني ممكن عندك حردان يعني مهاجم كابتن هسه جاي نشوف المدرب عادل القرغولي أخرج اللاعب حردان وأيضا هسه رجع نعم 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 حردان بشطر ما توفق لأن جاي ينزل للفريق وايفة ما توفق فأعتقد راح يسوي هسه فد بصمة صح هاي بالنسبة للشباب نعم أما فريق الأشباح نفس الرتم يلعبون نفس طريقة أسلوب اللعب ما تغير لعبهم يعني يوصلون الجول لعب سهل جدا يلعبون نعم كابتن كلمة الختام توقعك الأخير والله توقعت تروح الجزاءات على المباراة يراك الجزاء أكيد يعني كابتن أعتقد والله اعتقاد إذن جمهور الرياض الكريم نشكر كابتن أبو هند مدير ملعب قرية 10 يعني يقول المباراة متوازن للطرفين وأعتقد رايحة إلى ركلات الترجيح كما نشكر المصور الكبير سلام الحنين وقف كابتن حبيبي هاي كابتن نهاد ممتازة الآن وصلت جمهورنا العزيز مشاهدي قناة نهاد السفاح الرياضية المباراة إلى ضربات الحظ وهنا ضربات الحظ لمن ستكون الكلمة لمحمد زواد أو لأنور شاكر ضربة البداية أركان خضير ومحمد زواد أركان الأشباح أركان جول الهدف الأول هدف الأول لفريق الأشباح أركان خضير يسجل هدف الأول الكبير ابن الكبير 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 حردان الكبير حردان خضير وحردان حردان يتقدم وأنور شاكر حردان الله مصطفى كريم
مصطفى كريم ومحمد زواد، مصطفى ومحمد، مصطفى مصطفى جول. الله حلوة. شاكر رائد وأنور، رائد 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 جول. الله جيل الهدف من محمد ينهي المباراة، في حالة تسجيل الهدف ينهي المباراة. محمد ومحمد، محمد الأشباح ومحمد زواد، محمد الغول. الله مبروك مبروك لفريق الأشباح، تأهل المرحلة الثانية. مبروك لفريق الأشباح، هارد لك محمد زواد، ونبارك لفريق الأشباح تأهلوا من المرحلة الثانية. حلوة يا شاكر، مبروك يا شباب، والأشباح إلى المرحلة الثانية من بطولة درع المدان. الأشباح أعزائي مشاهدي قناة نهاد السفاح الرياضية ينتقل إلى المرحلة الثانية من بطولة كأس درع المدان، فريق الأشباح على حساب شقيقة فريق الشباب. وإلى لقاءات أخرى نلتقيكم إن شاء الله.